إنجيل العشية من مزامير أبينا داود النبي. السماوات تزيع مجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار مسكونة بلغت أقوالهم هللويا. من إنجيل معلمنا يوحنا البشير: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبوا ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي، كما أحبني أبي كذلك أحببتكم أنا. اثبتوا في محبتي، إن حفظتم وصاياي تثبتوا في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأنا ثابت في محبته. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل صديقه. وأنتم أحبائي إن عملتم كل ما أوصيتكم به. ولست أدعوكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يصنع سيده، لكني قد دعوتكم أصدقائي، لأن أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. لستم أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم، وأطلقكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما تسألونه باسمي، والمجد لله دائماً.